كثير من المرارة تفاصيل حادث اغتصاب طفلة في ربيعها 11. المشتبه بهما أحيل على العدالة، فيما فالفعاليات المجتمعية تطالب بتوفير الدعم النفسي للضحية. روبرت صديق بن زينة ورفيق أجمد. هكذا وقع ليلة الانقضاض والنهش في لحم طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة. حدث ذلك بقلعة سراغنا، كانت الساعة تشير إلى حوالي 10 ليلا من يوم الاثنين الماضي، وحين عودة الطفلة رفقة العمة التي تناديها أميمة بالأخت من أحد المقاهي، هاجمهما شخصان مسلحا، أفلتت العمة من قبضتهما فيما سقطت الطفلة بين أنيابهما. من اللي جاو واحد شد تغسل والطويل، من اللي يغسل على التليفون القصير جا عندي ويشد عندك طول الشنقور.